نعم. أما إن كانت الأم تستوعب ولن تغضب إن أكملت صلاتك صلاة خفيفة ثم أجبتها فأكمل، أما إن كنت ترى أنها في حاجة ملحة وستغضب فاقطع صلاة نافلة وأجب أمك. انصرفت الأم وهي غضبانة وسبحان الله انفعلت انفعالة غريبة كذا وقالت، دعت على جريج على الرجل الزاهد العابد التقي النقي، خلي بالك ما سبهاش ولا ضربها والعياذ بالله ولم ينهرها، لا ده راجل في عبادة في طاعة، فقط ما قدرش يجاوبها لحد في صلاة. فالأمة قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. يا ربي دعوة غريبة جدا، اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، والمومسات يعني الزواني أو الزانيات. أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. سبحان الله دعوة استجيبت، يا الله استجيبت في حق هذا الرجل الزاهد العبد. أيوة أيوة، الحديث في البخاري ومسلم، استجيبت دعوة أم جريج. مش بقول لك خلي بالك من دعوة الأم، ده تصور لو أنت عاق، إنما ده رجل عابد زاهد ومع ذلك استجيبت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فجلس بنو إسرائيل فتذاكروا يوما جريج، تذاكروا جريجا وعبادته، فقالت امرأة بغي من بني إسرائيل يتمثل بحسنها، قالت لهم بأنها إن أرادوا منها أن تفتنه لتفتننه، فطلبوا منها ذلك، فذهبت إليه إلى جريج وعرضت نفسها عليه فلم يلتفت إليها. يا الله، تعفف عن الزنا مع امرأة جميلة حسناء فلم يلتفت إليها، لكنها مكلفة بمهمة، فذهبت إلى راع فأمكنته من نفسها، فوقع الراعي عليها فحملت، فلما ولدت حملت ولدها وذهبت به إلى بني إسرائيل وقالت هذا ولد جريج من الزنا، فذهبوا إليه وحطموا صومعته وضربوه وأنزلوه. قال ما شأنكم تعملوا ليه كده، إيه اللي أنا عملته؟ قالوا هذا ولدك من الزنا. قال دعوني أصلي. تاني يصلي الله جل وعلا، فصلى ما شاء الله له أن يصلي، ثم قال أين الغلام أو أين الصبي؟ قالوا ها هو الصبي، فضرب في بطنه، طعن في بطنه، وقال له جريج وهو لازال في لفائفه، قال له جريج يا غلام، قال له من أبوك؟ الله، ده طفل في المهد لسه مولود تخاطبه، شوف اليقين عند الرجل وصل إلى هذا الحد، ومع ذلك تستجاب فيه دعوة أمه. يطعن الصبية في بطن ويقول من أبوك؟ فينطق الله هذا المولود في لفائفه، ينطقه ويقول فلان الراعي. الله، فلان الراعي ابتلي بدعوة أمه ونجاه الله تبارك وتعالى بعبادته ويقينه وصلاته لله عز وجل. فأقبلوا عليه يتمسحون به ويقبلون ويقولون نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا بل ابنها من الطين كما كانت. الشاهد أن دعوة أم جريج استجيبت. طب شوف الصورة الثانية المشرقة الجميلة في حديث آخر في صحيح مسلم. يا الله، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر العملاق، عمر الذي نزل القرآن موافقا لرأيه، عمر الذي أجر الله الحق على لسانه وقلب، عمر قل عمر إلى ما شاء الله، عمر رضوان الله عليه، هذا حبه في القلب، وقطع لسان يسيء لعمر رضي الله عنه ويسيء للصديق رضي الله عنه ولأصحاب رسول الله رضي الله عنه. عمر رضوان الله عليه كان يبحث في أمداد أهل اليمن، وأمداد جمع مدد، وهم الأنصار والأعوان من أهل اليمن، كل ما يقبل على المدينة ناس من أهل اليمن يخرج عمر بن الخطاب بنفسه ويسأل عن رجل مين؟ عمر الفاروق أمير المؤمنين، يسأل عن رجل من التابعين من أمداد أهل اليمن، من ده؟ يوم عمر يلوم أفيكم أويس بن عامر؟ أويس بن عامر، ما تنساش الاسم ده، أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أقبل على أويس،
لقيه عمر فقال له عمر أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. خلي بالك والله من الحوار ده. يقول عمر أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. يقول عمر من مراد ثم من قرن قبيلتان في اليمن؟ من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. يقول عمر كان بك برص، كان بك برص، مرض البرص، كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم. الله الله الله، مش ممكن، ده كلام خطير جدا. ده البرص ده مرض، مرض داخلي يعني مسطور فوق الرجل، يرتدي فوقه الثياب وبعدين يحدد المرض برأ إلا موضع درهم، يعني عبارة عن دايرة هي اللي لسه لازالت باقية في جسده. ده كلام خطير جدا والله. كان بك برص فبرأت إلا موضع درهم؟ قال نعم. يقول عمر لك والدة؟ قال نعم. قال عمر إني سمعت رسول الله، يا الله، صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبل عليكم أويس بن عامر. يا الله، ده النبي ما شافوش، لم يره رسول الله. ما تصلي على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله وسلم وبارك عليه، الرسول لم يرى أويس بن عامر. لا، وبيوصف، مش بيوصف أويس بن عامر، ده بيوصف المرض اللي كان في جسد أويس ولا زال أثره باقيا بمقدار الدرهم في جسده. إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبل عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن، كان به برص فبرأ إلا موضع درهم، له والدة، له والدة، له والدة، هو بها بر لو أقسم على الله لأبره. يا الله، اللهم لا تحرمنا البر يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله، مش ممكن. شايف البر، شايف ثمرة البر؟ يقبل عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة، هو بها بر لو أقسم على الله لأبره، يعني لو سأل الله جل وعلا شيئا لأعطاه. طب وبعدين؟ يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. عمر، عمر يطلب من تابعي وهو الصحابي الجليل الكبير الكريم الذي دعا الله رسولنا أن يعز به الإسلام.